وسهلا بكم البنات. اليوم رايحين حتكون وصفة تاعنا تاع نهار اليوم هي الفلافل السورية. اعتقد انه الجميع يعرفها، سهلة واقتصادية في نفس الوقت، ما تحتاج منكم بزاف مكونات، كل شيء موجود في البيت تقريبا، كل شيء موجود في البيت في اي بيت ثاني. نبدأ على بركة الله مع المقادير وطريقة التحضير. وش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو نص رطل تاع حمص اللي شمختو وبيتو، تقدروا تخليه 12 ساعة يتشمخ كاك يبات في الماء والله مفيد. هذا هو، درت نص رطل كما راكم تشوفوا، خليوه ينشف بعد ما تخليوه كما نقولوا يتنقع في الماء، خليوه ينشف مليح. بعد حطوه في، اذا عندكم الرحايه نتاع اللحم ديروا في الرحايه نتاع اللحم افضل، اذا ما عندكمش ديروا في الروبو كيما هكا برك. نزيد له معاه نص حبه بصل، عندي زوج سنينات ثوم، ونرحيوه كيما راكم تشوفوا لنا. انا الحمص تاعي راني شفته مليح، بعد ما رحيتوه وراه زدوا له شويه ملح، شوفوا لا غير الريحه نتاعو هايله فعلا. قلتكم تزيدوا له شويه نتاع الملح، لازم يكون ما تكثرلوش ملح بزاف، باسكو من بعد كي يقلي راه راح تبان فيه. اون بلوس من بعد في الاخر خلاص راح نزيدوا له شويه جامبو. زدت له هنا ثاني شويه حوالي فنجان تاع ماء، شويه كما قلت لكم ملح، ايضا راح نزيد له، تقدروا ثاني تحبوا ترحيوا معاه اللي يبغي الفلفل، ارحي معاه في القوجة راح يجي بزاف بنين. زيدي له ايضا شويه تاع دوارقيق، حوالي نص ملعقه صغيره كبيره دوارقيق، وملعقه كبيره كمون. كمون كثر شويه لانه الحمص راح يحب الكمون. زيدوا لها مغرف تاع نشا على جاش عجل باه يلم روحه. هنا انا مظهر شويه نزلت له الدبشه، زدوا له شويه دبشه ايوا، وعاودوا ارحيوه ثاني، خليوه في الثلاجه حوالي ربع ساعه باش زعما شغل يولي يشرب الماء نتاعو هذاك ويشد روحه. شوفوا ما ديروه لا ارطب بزاف لا احرش بزاف، ديروه نص نص مايا فاهمين، باش شغل يلم بعد روحه. الطريقه اللي عندها لاباراي هذاك اللي يخدموا بها الفلافل ديرها، انا ما عنديش، لذلك استخدمت فقط زوج ملاعق كيما هكذا. شوفوا الطريقه كيفاش، حاولي تلميها برك في ملعقه واحده، تعدلي لها الشكل نتاعها كيما راكم تشوفوا. دوكا هنا نعاود لكم قدام مره باش تعرفوا كيفاش ديروها، اعتقد انه الصوره اصدق من التعبير. هكذا تلموها برك مليح، سيو انكم تعدلوا لها الشكل تاعها، انا اللي انا ما كنتش نعدلها مليح. وديرك تروحوا تحطوها بهذه الطريقه في الزيت كيما هكذا برك، وتزيها في الزيت. الزيت لازم يكون شويه شويه كما نقول كميه نتاعو شويه مرتفعه باش يغطيها مليح. واش رايحين يا البنات، انا هنا استخدمت فقط طاوه كانت عندي، ما بغيتش نفزت جدد الطاوه الجدد تاعي، استخدمت وحده ما عرفتش كنت استخدمت فيها من قبل وتحرق لي فيها الزيت، درت بها نورمال عادي. واللي بهما نخسرش الزيت كما تعرفوا يا البنات، تراها شويه الحاله غلات بصراحه كما راكم تشوفوا. الزيت شتو العمق تاعو ما يكونش قليل بزاف هكذا، وبشويه تخليوها تحمر على جهه مليح وكما هكذا كي تشوفوها شاده روحها. ومن بعد تولي بعد ما تحمر لكم مليح من التحت راح تكون صلبه، لذلك ثم باش توليو تقلبوها كيما راكم تشوفوا من تحت حمرت لي ولات صلبه من تحت هكذا لبيها، وليت قلبت على الجهه الاخرى وهكذا طيبوهم كامل. وراه النتيجه قدامكم، الصوت ديجا راح لي في هذا الفيديو، ما نعرف علاش راح الصوت، لو انه قعدت راكم تسمعوا صوت القرمشه دروكا والله غير صوت، يعني فعلا
جربوها وما رحش تندموا بإذن الله، رح تعجبكم. صورتو طعم الدبشة، طعم البصلة والثوم، يعطيو فيها واحد النكهة ما نحكي لكمش. ايه راني وقيلا ما صورت لكمش لهنا كيفاش حطيت الجامبو في الاخر. خلاص كي نجي رايحه نلم الحبه، درت حبه جامبو راح تعطيها طعم هايل. اللي عندها الجاج تحب تضيف الجاج تضيف نورمال. هي الوصفه في الحقيقه بلا جامبو بلا دجاج، بصح كون تضيفوا فيها الجامبو والله الدجاج راح تجي بنه لا تقاوم. مهنجه والله غير هايله، ما لقيت زوج تاعي ما يشتيش بصح والله غير عجباتو. هنا راح ندير ساندويتش بها ماما. ها بنتي ديما تشارك معايا. قلت لكم هنايا راح ندير بها ساندويتش كيما خبز تورتيلا ذاك اللي درتو لكم من قبل. شوفوا شوفوا الفيديو تلقاوه في صندوق الوصف. ولا غير ساهل طول، درتو لكم طين الطريقه سهله جدا، على بالي بربي ان شاء الله كام راح تنجحوا فيه وكام راح بربي ان شاء الله تعودوا تعتمدوه، لانه نحتاجوه بزاف في بزاف وصفات. هذه هي هذا هو الساندويتش اللي درتو، درت كما راكم تشوفوا. ولا غير جربوه جربوا بربي ان شاء الله ما راحش تندموا، وبصحة ولهنا. اذا لحقكم هذا الفيديو شفتوه في رمضان، لانه بربي ان شاء الله شغل مبقاش رمضان، اذا شفتوه في رمضان نقولكم بصحة بطولكم وفي امان الله. تهلاو في روحكم، متنساوناش ديروا نجام، اشتركوا ودعمونا معليش البنات. وتهلاو في روحكم، صحة بطولكم وربي يقبل منا ومنكم. سلام.